ما عليكي عم تحدثي لربما التاريخ يتحدث عن نفسه، والحفاظ على هذا الإنجاز الابتكار والنجاح بيحتاج أكيد جهد كل سنة يبذل لهذا المهرجان للحفاظ على الاستمرارية التي دائما ما نتحدث عنها. صحيح. خصوصا هذه السنة، كيف حضرتم لهذه الدورة؟ وأيضا ما رأيك بموضوع الاستمرارية؟ دائما نتحدث عنها وربما تحدثنا عنها أيضا يعني بشكل جانبي قبل الحلقة. بالتأكيد احنا بدنا نراعي أهمية الإنجاز وأنه في تراكم. بالتأكيد نحن لا نقف لوحدنا، وأن كنا نتحدث عن الاستمرارية وأن المؤسسية مهمة، وأن لا يمكن أن يتحقق النجاح الحقيقي والإبداع إذا ما كان في عمل جماعي، في دافعية ذاتية وفي دافعية جماعية. هذا هو الأردن، نريد أن نجدد دافعيتنا من أجل قضايانا الأردنية، قضايانا الوطنية، ولكن قضايانا الوطنية التي دائما تحمل رسالة الأردن المخلصة لعالمه العربي. صحيح. المخلصة لقضايا العربية، المخلصة لكم مصر، العراق، فلسطين وشباب الأردن. هذا المهرجان إن لم يقدم الثقافة، الفنون، الجمال، الأمل، ولكن برسالة إيمان حقيقي بشباب الأردن، بطاقاتنا الكامنة. والاستمرارية تعني البناء على الإنجاز، تعني تشاركية، عمل تكاملي شمولي ومؤسسية. نحن لا نعمل كما قلت إدارة هذا المهرجان، بالتأكيد نجحت اللجنة العليا لمهرجان جرش، أكدت على القيم الوطنية الأردنية، أكدت على أهمية التشاركية في إدارة تنفيذية تعمل بحاكمية جيدة، بعمل مؤسسي، بفهم حقيقي للإبداع، برامج العمل وبالعمل التشاركي. اليوم بلدية جرش معنا، الجرشيون. كيف لنا أن نحقق هذا الاحتفال الجميل بدون ما يكونوا أهل جرش بقلب هذا الاحتفال؟